مساء الخير عليكم حبايبي الغاليين في حلقه جديده من فتح شو. النهارده حلقتي مختلفه جدا عن كل الحلقات اللي فاتت. النهارده انا هبقى موجود مع العمالقه الطيبين، طولهم لحد دلوقتي 2 متر ونص، قابل للزياده. الوجود عيب عليا، والبنت الطويله هي تعال بص شو البنت الطويله وجود يجتمع عليا، وحتى الكبار برضه مش سايبنا في حالنا. وجود عيب علينا ويتكلم عن اخويا، وحرمونا نطلع اجي اقعد اعيط واقول لامي يما حصل كذا وكذا من الناس، وبعدين يما تقول معلش يما سيبك منهم خليهم يتكلموا وامشي في وشك على طول. حرمونا نطلع من البيت، دنيتي جاب اجلي 29 سنه وانا قاعده في البيت ما بطلعش من البيت وسايب كلام الناس والعيال. انت هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، يعني خلقة ربنا، ومحدش يشوف نفسه أي حاجة، فدي خلقة ربنا، ربنا خلقنا كده أنا وأختي. ليه يا هدى طولك بقى دلوقتي وصل لكام؟ طولي وصل 2.5 متر. 2.5؟ أنت عندك كام سنة أساسا؟ أنا عندي 29 سنة. 29 سنة؟ أه. طيب هو ده ايه، هو ايه سبب بقى ان طولك بيطول مع بيطول تاني، ولا هو توقف عند 2.5؟ لا انا لسه بطول لحد دلوقتي، بعرف من هدومي ولسه جسمي بيزيد برضه، والهرمونات شغاله عندي لسه برضه جسمي بيزيد وبطول، ومش بعرف اخش من الباب، بعرف نفسي من هدوم. يعني بتعيش حياتك ازاي ما بين الناس؟ مش بطلع كتير يعني عشان خاطر بصات الناس والناس تقعد تبص لي بصه كده، يعني بصه غريبه كده، يعني اتمجعت عليا واللي يشوفني يضحك عليا ويبص لي بصات غريبه كده، فمن حرج ان انا اطلع او من حرج ان انا امشي، فاكتريت القعده في البيت، مش بتحرك ولا بروح ولا باجي، يعني مع نفسي كده مش بروح ولا شيء. دايما الناس تبص لي بصات غريبه، حتى لو انا مشيت شويه بطلع انخنق، يعني بنخنق، فاحسن مش بطلع. بصات ما تريقه، بصات بترق على خلقه ربنا، بترق على خلقه الله، هدي خلقه ربنا وربنا اللي خلقني. يعني انت ما بتحبيش تخرجي بره البيت عشان خاطر بصات الناس ليك؟ اه بس الناس اللي ماشيين، وبقعد بقى اروح جاي اقعد اعيط، اقعد البيت اقعد اعيط واقول ملكي، واقول الناس بيقعدوا يبصوا لي بصه مش كويسه ياما، وبعيبه عليا، يقوم اروح ابصرح في البيت وقاعد. وزي ما انت شايف ظهري وجعني، هو ظهري معقوف، وما بقدرش اشتغل ولا بقدر امشي ولا بقدر اتحرك، ظروفي صعبه في المشي وفي الحركه. قول لي بقى محمد، الناس بتخاف منك؟ الناس بتهيبني او الناس بتبص لي بصه انبهار، يعني بص يا لا دي على طول دي على بص يا لا حزني يا طول يا لا يا لا يا لو خبط واحد خبط هيموت يا لا، وتلاقي بقى ايه العيال يجي ورايا يضايقوا فيا يزاجوا فيا طوب بهدله كده، ونظام مش فيه تربيه، مش فيه احترام، مش فيه ادب. بصت الناس لينا اكتر حاجه بتوجعني وبتخليني ازعل وضغط بيعلى عليا، هي اكتر حاجه بالذات العيال الصغير، ممكن يبصوا له عيبه عليا ويمشوا ورانا انا واخويا، حرمين نطلع من باب البيت، هي اكتر حاجه بتوجعني وبتزعلني هي بصت العيال الي. ما انت مش عارف هدوم داريه، مش عارف انت اللي جوايا، ولا عارف اللي في جسمي، ولا عارف انا بعاني ايه، ولا بعاني في كل حاجه، انا بعاني في لبس، بعاني في مواصلاتي، مش عارف اركب مواصلات، مش عارف اركب عربيات، مش عارف يعني كشاب او كشخص او كبني ادم، نفسي في حاجات كتير بس كطولي، بس ارجع اقول الحمد لله. نفسك في ايه؟ انا نفسي البس زي البنات، نفسي امشي اتحرك، نفسنا في سكن حلو، والبيت اللي احنا قاعدين دي فيه بالايجار، يعني ممكن في اي وقت نمشي منه وسقف وقع علينا والمراحب يخبطوا فينا بعورونا، نفسنا في حته مكان حلو كده، شقه حلوه كده في مكان حلو نقعد فيها احنا واخواتي وامنا. أنا عندي تعب في الكلى، عندي كسل في الكلى، مش بقدر أمشي وبتمرمى جسمي ومرموني في بعضي، وعندي الكوليسترول عالي وعندي الضغط، مش بقدر أمشي والله العظيم، كلى تعبني قوي قوي.
مش عارف اعمل ايه، مش والغده عندنا مبهدلاني والهرمونات شغاله عندي لحد الوقت ومش بقدر امشي والله. انا عايز اي علاج عندي للكلى والكورستون عشان اقدر امشي واتحرك واخدم نفسي، بس اللي انا عايزه مش حاجه تانيه غير كده. انت ليه ما يعني ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ انا بيجي لي ارسال بس انا رافضه مش عايز اتجوز. شفتوا معايا حاله محمد وهدى؟ عايز اقول لكم على حاجه انا هخرج فيها عن النص. كل الحالات الانسانيه اللي انا جبتها في برنامج فتح شو تم الاستجابه ليها بفضلكم انتوا يا مصريين، لان احنا على فكره جدعان قوي مع بعضينا وضربنا كل الامثال قدام العالم في الكلام ده. بس المره دي بجد احنا لازم نقف جنب محمد وهدى، لازم نقف جنبيهم، لان هم من الاخر مش هيعرفوا يشتغلوا تاني. هدى محتاج انها تعيش ومحمد محتاج ان هو يعيش. يلا بينا نشوف هتعملوا ايه معاهم.